طيب احنا لسه مكملين مع قرى مركز زفته بمحافظه الغربيه، وتحديدا مع قريه نهطه. يعني في التقرير اللي فات تابعنا مع حضراتكم التطورات وكمان الاخبار عن مكتب الوحده المحليه ومكتب للبريد والسجل المدني وكل الخدمات اللي ممكن يحتاجها اهل قريه نهطاي، لكن كمان في مشروع اخر بيتم هناك وهو تاهيل محطه مياه الشرب لقريه نهطاي التابعه لمركز زفته وتطوير ورفع كفاءه المحطه بالكامل. المية بعد ما كنا بنتعب عشان نجيبها أصبحت تحت رجلينا، موجودة موجودة في البيت دلوقتي، ما هي إلا طلب يتقدم والعداد يركب والمية تشتغل. المية القديمة كانت بتعمل رشح في جدران البيت، بتعمل رشح في جدران البيت لأن مفيش صرف يشد المية الرشح دي يبعدها عن الجدران يعني. فالنهاردة بقت الأمور عادية، يعني البيت زي أي بيت في وسط البلد في منظومة الصرف الصحي، إحنا بقينا زيه. ما كانش في عندنا أي نوع من أنواع الخدمات خالص، لا صرف ولا مية ولا أي حاجة خالص، مفيش بس غير عندنا غير الكهرباء. المية عاملين شغالين على طرمبة ونظام ماتور وكده من أسبوع بس. طبعاً بنشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مبادرة حياة كريمة، ما كناش نحلم بصراحة إن لا مية ولا أي حاجة تجيلنا هنا. المايه جت لنا هنا من اسبوع. اللي احنا فيه دلوقتي كان هيحصل في 2050 او مش هيحصل خالص بالوضع المكان اللي احنا فيه، لان احنا هنا بيفصلنا الترعه دي عن البلد فكانت حرمانا من جميع المرافق. هو احنا النهارده في محطه مياه نهطاي، اللي محطه مياه نهطاي بتخدم 17000 نسمه من عدد سكان نهطاي، وبنبدأ نعمل هنا رفع كفاءة وتطوير شامل للمحطة بالكامل بكل أجزائها. بيخدم تقريبا معظم سكان نهطاي بالإضافة إلى المياه اللي جاية لهم من المرشحة، المحطة المرشحة، المحطة الرئيسية بتاعة زفتة. طبعا بناء على تعليمات المبادرة تم تنفيذ ومد خطوط وتدعيم مياه الشرب بكميات كبيرة جدا في الشوارع، والشبكة زادت للضعف لأكثر من الضعف كمان، فكان لازم نطور المحطة من البداية من المنبع عشان يبدأ يزود لي كمية المياه اللي داخلة للناس، وتبدأ تشوف الاستيعاب الكامل للمحطة والخدمات، وتبدأ توصل للناس خدمات بصورة أفضل. في حياة كريمة ديت كل أهالينا هيتخدموا، كل شبر في نهطاي أو في أي قرية هيتخدم بشكل عام مياه وصرف.